بنشر الكلام من هذا ونشر الكلام من ذاك، مع أن أنه قد جاء أنه على مثل الشمس أو فدع فاشهد وإلا فدع، يعني لا يمكنك أن تشهد على أمور ضبابية. أخبرني فلان وأخبرني فلان، فكلمة أخبرني هذه هي السيئة. لذلك قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: بئس مطية الرجل زعموا، أي أنهم قد قالوا: من أين لك هذا الخبر؟ هذه الشائعة، سمعت ذلك الكلام. قلت: قال هي هذه هي سبب الكذب التي تفرق بين الناس. يسعك أيها الإنسان أن تحفظ كل شيء في لسانك، يسعك أن تعبد ربك سبحانه وتعالى وحده دون أن تتعرض لزيد ولا عبيد من الناس، فإن هذا التعرض هو الحالقة التي تنشر الفتنة. وأعداء دين الله تعالى إنما يقضون على المسلمين بمثل هذه التصرفات، نسأل الله تعالى العافية. لذلك نخرج من هذا الأمر ومن هذه الاتهامات التي كيلت بالنبي صلى الله عليه وسلم، أنه على الإنسان أن يحذر من مثل هذا الأمر، وأن لا يستمع إلى كل كلام يأتيه، بل عليه أن يحكم المنطق والعقل والإيمان من أي إنسان كان، سواء أكان ذلك في السلبيات أم في غيرها. وقد جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم مرشدا فيه القضاة من حيث الأصل، وإلا فحكمته عامة لكل الناس. جاء فيه أنه إذا جاءك أحد وقد فقئت عينه فلا تحكم له حتى تسمع للآخر فلعله قد فقئت عينه. إن جاءك إنسان قد فقئت عينه ويقول لك: إن فلانا قد فقأ عيني هذه، يقول صلى الله عليه وسلم: فلا تحكم له، إياك أن تستمع إلى فرد حتى تسمع من الآخر فلعله قد فقئت عيناه، لعل الآخر قد فقئت عيناه كلتاهما. فلذلك لابد من العدالة في مثل هذا الأمر، ولو كان التعامل مع غير المسلمين فالشائعات محرمة مهما كان الأمر ومهما كانت الدواعي. الشائعات المغرضة الكاذبة والفاجرة هي محرمة في كل الأزمان وكل الأماكن.